طيب سؤال ثاني لو سمحت. تفضل السؤال الثاني. تفضل. إذا وضعت أمانة عن شخص معين مبلغ من المال، هذا لكبرت هذا الإنسان، وهذا الشخص الذي وضعت هذه الأمانة عنده تصرف بها سواء بحسن نية أو بسوء نية وتوفوا كلهم، ما هو الحكم الشرعي تجاه هذا الإنسان الذي وضعت هذه الأمانة عنده؟ وإذا نحن أولاده مثلا سامحنا، هل رب العالمين يسامحهم ولا لا؟ شكرا. من عنده أمانة يجب عليه المحافظة عليها حتى يؤديها مع ماله، مع يحفظها مع ما يحفظ به ماله. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فلا يجوز التصرف في الأمانة إلا بما يحفظها لصاحبها، ولا ومن تصرف فيها بغير ذلك فهو معتدي ويضمن هذه الأمانة. فإذا كان مات بعدما تصرف فيها له تركة، تخرج الأمانة من تركته لأنها أصبحت دينا في ذمته. أما إذا لم يكن له تركة وأراد أحد أقاربه أن يبرئ ذمته فهذا أمر حسن طيب. نعم. الحمد لله.